أهلا بيكم في حلقة جديدة من الحياة البرية مع تيرمو. النهاردة هنتكلم عن فصيلة الفيلوسيرابتر، ودول كانوا أحد أشهر الفصائل اللي موجودة في سلسلة الأفلام الشهيرة طبعا العشق يا جماعة، سلسلة أفلام جوراسيك بارك. سلالة الديناصورات اللي كانت موجودة في جوراسيك بارك الفيلوسيرابترز، لو كلمنا عنها بشكل واقعي مش اللي موجودة في الفيلم، المفروض إن هي كانت أقل حجم وأقل قوة من الشكل اللي هم عملوه بيها في الفيلم. بس لو هنتكلم عن العيلة بتاعت الفيلوسيرابترز بشكل عام، احنا النهاردة هنتكلم عن أكبر عضو في عيلة الفيلوسيرابترز النهاردة. هو ما يعرف باسم الفيلوسيرابتر يوتا. دي ديناصورات كانت حجمها كبير، وزي ما باين من اسمها هو تم اكتشاف الحفريات بتاعتهم في ولاية يوتا في أمريكا، قريب من بلدة اسمها مواب. الحفريات بتاعته تم استخراجها قبل عرض فيلم جوراسيك بارك بفترة، وكان أول من اكتشف الحفريات بتاعتها عالم حفريات اسمه جيم جانسون. بس لسوء الحظ في الوقت اللي تم اكتشاف الحفريات دي تم تجاهلها وأصبحت منسية، يمكن لأنها كانت لسه غير مكتملة. بس في نهاية المطاف في عام 1991، وكان لسه برضو قبل فيلم جوراسيك بارك الجزء الأول، ابتدت تظهر مزيد من الحفريات على إيد علماء الحفريات، واللي ساهم في الاكتشاف الكبير ده كان عالم حفريات تاني اسمه جيمس كيركلاند. وتزايد الحفريات ده ساعد إن الفصيلة دي تبتدي تظهر إلى النور، ويبتدي يتم تصنيفها ضمن عائلة الفيلوسيرابترز باسم يوتا رابتر أستروميسي. قبل ما يسموا الفصيلة دي كان في خطط إن هم يسموا الفصيلة دي على اسم ستيفن سبيلبرغ، أو يطلعوا اسم مشتق من اسم ستيفن سبيلبرغ اللي هو المخرج بتاع سلسلة أفلام جوراسيك بارك، لكن ما تمش التوصل لاتفاق حوالين الاسم. ويعتبر الفيلوسيرابتر يوتا واحد من أكبر الفيلوسيرابترز اللي تم اكتشافهم جنبا إلى جنب مع داكوتا رابتر. تقديرات العلماء بعد ما فحصوا الحفريات بتشير إلى أن الديناصور البالغ منهم كان طوله بيتراوح ما بين 4.9 إلى 5.5 متر، وكان عندهم جسم قوي وكتلة عضلية كويسة جدا، ووزنهم يعتقد أنه كان ممكن يتراوح ما بين 280 إلى 300 كيلوغرام. بعض النظريات بتشير إلى أن كان كمان ممكن يتجاوزوا الحجم ده، ويقيل أن أكبر نموذج تم العثور عليه للفيلوسيرابتر يوتا كان طوله حوالي 7 متر ووزنه حوالي نقدر نقول وزن دب قطبي كامل، يعني بنتكلم في حوالي 650 كيلوغرام تقريبا. ولا تزال الأرقام دي لغاية دلوقتي مصدر جدل ما بين علماء الحفريات، يعني غير مؤكدة بشكل حاسم، لكن اللي اتفق عليه العلماء أنه هو بسبب حجمه الكبير والبنية العضلية بتاعته المذهلة أنه هو كان بطيء إلى حد ما، ويمكن أبطأ بكتير من سلالات الفيلوسيرابتر التانية. لكن المزايا بتاعت ان وزنه اكبر وحجمه اكبر كانت بتخليه اولا يقدر يصطاد فرايس اكبر واقوى منه، والبنيه القويه كانت ليها دور كبير في ان هي بتخليه مفترس قوي جدا، الى جانب ان رجليه طبعا كانت مجهزه بالسلاح الرئيسي بتاعها اللي هو المخلب اللي هو بيبقى واخد شكل الكيرف ده، وده كان كبير جدا بالنسبه لسلاله ديناصور فيلوسيرابتر اللي احنا شفناه في جوراسيك بارك. يعني كان السلاله دي كان المخلب بتاعها يمكن بيبقى طوله في المتوسط حوالي 7 أو 8 سنتي، ولكن بالنسبة لفيلوسيرابتر يوتا كان حوالي المتوسط بتاعه نقدر نقول 22 سنتي تقريبا، ووصل أحيانا ل 24 سنتيمتر في بعض الحفريات اللي اكتشفوها. المخلب ده طبعا إلى جانب قوة رجليه كانت بتساعده أنه هو يخضع الفرائس بتاعته بسهولة، وبعض النظريات بتشير أنه هو كان يقدر يقف على رجل واحدة بس ويقدر يستخدم الرجل التانية لتوجيه ركلات للفريسة بتاعته. وبرضه كمان النظريات بتشير ان هما يمكن كانوا بيستخدموا ايديهم لتثبيت الفريسه عشان كمان يقدروا يحافظوا على التوازن بتاعهم اثناء الركل. وطبعا ما نقدرش ننسى احد اخطر اسلحتهم على الاطلاق اللي هو الفك بتاعهم اللي كان بيتميز بقوه عض كبيره جدا وبيحتوي على اسنان حاده ربنا خلقها لهم ان هما يقدروا يشيلوا اللحم من على العظم بمنتهى السهوله. وعلى الرغم من ان هو كائن ربنا خلقه بترسانه اسلحه رائعه، النظريات بتشير إلى أن الفيلوسيرابتر كان يعتبر اللي هو أمبوش هانتر أو كائن بيصطاد عن طريق الكمين زي التماسيح مثلا، إلى جانب أنه هو ما كانش بيعتمد على عمليات الصيد فقط كمصدر غذاء، أنه كمان كان بيتناول الجثث بتاعت الكائنات التانية أو الجاف بتاعت الحيوانات زي ما بنسميها، وأن دي كانت أحد مصادر الغذاء الخاصة بيه. يعني نقدر نقول أنه كمان كان يصنف كسكافنجر زيه مثلا زي الضباع اللي موجودة في الزمن بتاعنا. بالنسبة للباك بيهيفير أو ما يسمى بسلوك القطيع عند الفيلوسيرابتر يوتا، مفيش أدلة قوية بتشير إلى سلوك القطيع. ممكن في بعض الأحيان كانوا بيلاقوا حفريات كتير لفيلوسيرابتر يوتا موجودة في مكان واحد، ولكن بعض علماء الحفريات بيشيروا إن ده ما كانش ناتج عن إن هم قطيع متعايش مع بعض، يمكن إن هم كان تم استدراجهم بشكل فردي عن طريق فخ طبيعي زي الرمال المتحركة مثلا، ولسه النقطة دي لا تزال قيد النقاش.
علماء الحفريات اتفقوا على ان الفيلوسيرابتر يوتا كان واحد من اقوى الكائنات المفترسة اللي موجودة في العصر بتاعه، اللي هو العصر التباشيري الأول، من حوالي نقدر نقول 135 ل130 مليون سنة فاتت، وكان بيعيش بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، والمناطق اللي كان بيعيش فيها بتبقى مناطق شبه جافة وغابات مفتوحة والأماكن اللي بيكون فيها أنهار ومستنقعات. الدراسات أيضاً كمان في الفترة دي بينت إن الحياة كانت مزدهرة بشكل كبير جداً، وفي تنوع كبير جداً في فصائل الديناصورات، يعني كان في حاجات زي الإيجوانودون والأيربيفورز أو الديناصورات العشبة التانية زي النودوسورس، وكان في حاجات زي الموابوسورس اللي هو أحد أنواع السوروبودز، إلى جانب أن كان في برضو سلالات تانية من أسرة الفيلوسيرابتر موجودة في الوقت ده، زي حاجة تسمى باسم مارثا رابتر، وكان في الجيميناي رابتر، سيروبودز تانية كمان موجودة، بس ما كانوش يقدروا يكونوا منافس للفيلوسيرابتر يوتا نظراً لفرق الحجم الكبير ما بينه. بفضل شكله المميز، الفيلوسيرابتر يوتا يعتبر الديناصور الرسمي لولاية يوتا في أمريكا، إلى جانب أنه كمان يعتبر رمز خاص هناك. دي كل المعلومات المتوفرة حوالين الكائن المذهل، وبكده نكون إحنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكده كده الأسبوع الجاي إن شاء الله هننزل حلقة عن كائن تاني من العصور القديمة، هتكون فيه بعضهم ديناصورات، هنتكلم عن كل ديناصور دي حلقة لوحده هنتكلم عنه بالتفاصيل، إلى جانب إن إحنا كمان هنتكلم عن كائنات تانية غير الديناصورات من العصور القديمة. أحب أشكر كل الناس اللي تابعتني والناس اللي بتتابعني دايما، ونشوفكم في الحلقة الجاية من الحياة البرية مع ترمو.